تبارك الله على الشا، جو كاع المدلات ما شاء الله. خاصني شي حل يعني باش ان هاد الماء هذا ما يقيسش لي الفراش وما يبقاش لي قدام الباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله جات لكم فيديو جديد وبحيل منزلية رائعة كتهم كل مرأة. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تستفدوا منها. غتسهل عليك لاله بزاف ديال الامور، خليك معايا للاخر باش تكتشفيها. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة وعلى التشجيعات الرائعة ديالكم. والى عجبتكم هذه الحصة ما تنساونيش باللي لايك والبارطاج، واللي كيهمو الامر وبغى يكتشف الحيل المفيدة مالي اللي تفيد الفيديو الاخير وفرجه ممتعه. غندوزو لاول حيله متعلقه بالملح. كما كتعرفوا دابا في الفصل ديال الشتاء يعني الملحه كتقيسها شويه ديال الرطوبه، ما كتبغيش انها تخرج معنا بسهوله بالاخص الا درناها في هاد القارورات هادو. اشنو هو الحل باش انها تولي بسرعه تخرج معنا وهاد العيون هادو ما يتسدوش؟ الحل هو الروز كما كتشوفوا معايا، وبالاخص هذا الروز الكلاسي. المهم اي حبيبات ديال الروز غير يكونوا شويه كبار باش ما يخرجوش لكم نهائيا من هاد، باش ما يخرجوش لكم من هاد الثقوب اللي كيكون هنايا. اولا الروز الدور ديالو انه كيمتص الرطوبه، وثانيا كيساعد الملح انها كتبقى جيده وكتخرج معنا بسهوله. كديروا فقط القليل ديال هاد الارز هذا. كما كتشوفوا معايا بعد ما درنا القليل ديال هاد الارز هذا، اشنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا اننا نخلطوه بهذا الشكل هذا باش ينسجم لينا مع هاد الملح. كما كتلاحظوا معايا، كما كتلاحظوا يعني الملحه كتولي تخرج معنا بكل سهوله، نهائيا ما كيخرجش معها الارز كما كتشوفوا. كنتمنى هاد الحيله هذه انها تنال الاعجاب ديالكم. وغندوزو للحيله المواليه. وغندوزو الحيله المواليه متعلقه بالبطاطس. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا البطاطا الحلوه بهذا الحجم هذا الكبير والحجم هذا الصغير، وعندي البطاطا العاديه البيضاء والحمراء كذلك. ولكن شنو هو المشكل اللي عندنا؟ الا نقينا البطاطا وكنا قدر الله ونقينا واحد الكميه اللي كثيره، كتشيط معنا يعني كتكحل يعني بالزربه كتاكسد. ما كيعجبناش اننا نستعملوها مره اخرى. كاين الحل؟ لا، ما عليك الا بالخل. الخل والماء هما اللي غادي يحافظوا لك على البطاطا، بالاخص هاد الحلوه هادي. لانني كنشوف النساء يعني ما كيقدروش يشريو هاد الكبيره، كيقول لك الا قسمت غير نصها كيبقى نص لاخر تيضيع. تيشريو بالاخص غير هاد الصغيرات. ولكن يا لاله واخا تشري الكبيره اولا تشري الصغيره وتنقيها وتبقى معاك، ها هي كما كتشوفوا معايا الماء وقليل من الخل في واحد العلبه، وتغلقوا عليها وتوضعوها جانبا في المطبخ اولا الا كان الحال سخون ديروها في الثلاجه. صافي هذا هو الحل وهذه هي الفكره اللي غتحافظ لك على البطاطس ديالك يعني يوم كامل بلا ما يتغير لها اللون ديالها نهائيا. كنتمنى هذه الحيله بسيطه انها تنال الاعجاب ديالكم، تستافدوا منها. وغندوزو للحيله المواليه. الا بغينا نتهناو من هذا الماء هذا اللي كيجينا هكا من برا يعني في هذا الفصل هذا ديال الشتاء، واننا كيتعرضوا لينا هكا للطبي اللي ديالنا اللي حاطين عند الباب او الموكيط او اي حاجه من البلل، او لا هكا الا حطيناهم امام الباب يعني تيبقى الماء يهبط منهم. اشنو هو الحل الانسب من غير اننا نديرو سطل عادي او سطيلة عادي كيكون شويه المنظر ديالها مزعج، وكذلك تيكونوا يطيحوا معنا يعني كيفقدوا التوازن؟ احسن وافضل فكره انكم تختاروا بحال هاد السطوله هادو، اعزكم الله اللي كاين اللي كيديرهم لابوبيل هكا في الحمام او لكل واحد فاش كيحطهم. المهم هادو كتكون عندهم هاد القفاله هادي بحال الشكل ديال التكايه كما كتلاحظوا معايا، وكتدي لكم واحد العدد كبير ديال المظل. ممكن تحطوها في الجرده الا عندكم الجرده، ممكن تحطوها اولا الدخله ديال اي باب عندكم، المهم نيش كيدخلوا وليداتكم والرجاله ديالكم كتحطوا هاد تحطوا هاد السطل هذا، وكيدي لكم واحد العدد كبير ديال المظل ما شاء الله يعني، واخا تحطوا فيه اللي بغيتوا. وكتتفاداو حداك الماء اللي كيكون لكم هكا في الارض، وكترتاحوا كذلك انهم تيشدوا التوازن ديالهم لانهم كيتكاو على هاد القفاله هادي. ما كتحتاجوش انكم تعلقوهم او لا تحتاجوا انكم خاصهم شي مكان يعني باش يبقاو ثابتين تيطيحوا معكم. بهاد الطريقه هادي تحولوهم وتحطوهم في المكان اللي نتوما بغيتو مناسبكم. تتبقى كفكره، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تستافدوا منها. وبالنسبه للحيله المواليه، عندك لاله الغمال في اي مكان، سواء في الحمام سواء في الغرف سواء في المطبخ في هذا الفصل هذا ديال الشتاء، عندك الحل. اشنو هو الحل؟ الحل هو جافيل. يعني انا ماشي كندير الاشهار ولكن من اي نوع عندكم، ولكن انا كنستعمل هذا النوع هذا ديال الاتشي، وانتم اختاروا النوع المفضل عندكم غير يكون ما مخلطش مع الماء نهائيا. غتاخدي البخاخ وغادي ديري فيه هاد جافيل هذا، وغادي تملئيه، وغادي تحاولي انك ديري القفازات ديالك باش انك تتشقاي، وتاخدي البخاخ ديالك وترشي
كاع الاماكن اللي عندك فيهم الغمال كلهم، كاع الاماكن اللي فيهم ديك المكان اللي كيكون بحال الازرق بحال الاخضر يعني والسواد، كترشي دوك الاماكن كلها. غنخلي لكم الرابط اسفل هذا الفيديو، رانا دايره معكم بالتطبيق، وغادي تخليه ما بين 5 حتى 10 دقائق، المهم قد ما خليتيه غادي يختفي نهائيا وتخلصي من ديك الرائحه ديال الرطوبه، وتخلصي كذلك كاع من دوك البقع اللي كيكونوا في الحائط. كنتمنى هاد الفكره انها تفيدكم. غندوزو الحيله المواليه متعلقه بالكتب، الكتب سواء ديال الاطفال الصغار اولا ديال الاب، المهم الابناء ديالكم سواء الكبار اولا الصغار، الا كانوا تيقراو في شي مكان بعيد وكانت الشتا مجهده يعني واخا يدير المظله يقدر المحفظه ديالو انها تسرد ليه، ما عليك الا لا الا تستعني بهذا البلاستيك هذا هو اللي غادي يساعدك. غتاخدي الكتبه ديال الابناء ديالك وغتحاولي انك ديريهم في هاد البلاستيكات هادو وعاد باش ديريهم في المحفظه، بهذه الطريقه هذه كتحمي الكتب كلها وكاع داكشي اللي عنده في المحفظه ديالو ما كيسرد حتى شي حاجه واخا يقدر الله تسد ليه محفظة غادي تحمي ليه الكتوبة ديالو. بالنسبة للحيلة الموالية كما كتشوفوا معايا حاطة هنايا الماء صالح للشرب، اشنو الدور ديال هاد الماء قبل ما تخرجي لالا من البيت ديالك بالاخص في الصباح، لانتي ولا الابناء ديالك لا الامهات اللي كيديو الاطفال ديالهم في الصباح وكتكون الشتاء مجهدة وكيكون البرد يعني بزاف، ما عليك الا تشربي الماء قبل الخروج من البيت. علاش الماء؟ غادي اولا غادي تحمي راسك باش انه ما يضربكش البرد، لانك تكوني سخونه وكتخرجي لواحد البلاصه اللي هي بارده بزاف، ولكن الا شربتي الماء عن تجربه غادي تحمي راسك باذن الله وتحمي الابناء ديالك من الصدمه ديال البرد. غندوزو الحيله المواليه كما كتشوفوا معايا متعلقه بالزيتون، كما كتعرفوا دابا يعني الناس راه كدير الزيتون كتحضر المشقوق، كاين اللي دارو كاين اللي مازال، المهم انا الليله مازلتي ما درتيش وعندك داك المشكل ديال انك بالاخص فاش كتبغي ديري داك المدقج اللي كنقولوا حنايا داك الزيتون اللي كندقجوا بالحجره كيجلخ لك كاع الاماكن وكاع اليديك يعني وكاع البلاصه، كما كتعرفوا الزيتون صعيب الا قاسه هو الملابس وقاس في المقاس شي بلاصه كيدبر. اشنو الحل اللي غادي نديرو؟ وهو البلاستيك، البلاستيك اللي تجيبو شي بلاستيك غذائي ولا اي نوع ديال البلاستيك، وغادي تاخدو هادوك الحبات اللي نتوما باغيين تاخدو، غتبقاو دير واحد الكميه كثيره. هاد القضيه هادي انها كتساعدكم بسرعه كدير تتشقوا واحد الكميه هي كثيره في وقت وجيز، وثاني انكم كتحميو كاع الاماكن اللي نتوما حاطين فيها الزيتون، وكتوسخ لكم حتى حاجه وكتحاولي على انك تثني البلاستيك ديالك مزيان باش نهائيا داك الرش ديال الزيتون ما غاديش يخرج ليك حتى شي مكان. وغادي تجيبي اي حجره اي حاجه حتى اللي تاع المهراز ولا اي حاجه متوفره عندك في البيت ديالك وكتبقاي ديريها بالطريقه هذه. كنتمنى ما ندير لكمش الازعاج، فقط بغيت نعطيكم الفكره يعني الا جيت كاع نخبط هادشي كامل غادي نصدعكم. غنوريكم دابا الحبيبات اللي حنايا حبه ديال الزيتون اللي حنايا صايبنا، لاحظوا معايا يعني بواحد الطريقه هائله يعني كتعطيهم ضربه وحده ما كتعاوديش ليها، هائله الطريقه هذه. كنتمنى انها تفيدكم، ما عليك لا غير تعمري البلاستيك ديالك وتبقاي تضربي حبه بحبه، يعني داك الرش وداك الاتساخ كله كيبقى في البلاستيك والمكان اللي انتي خدمتي فيه كلشي كيبقى نقي، ويديك من طبيعه الحال كيبقاو نقايه. وخا تحطو حداكم واحد البانيو ديال الماء الكميه اللي صايبتو كتخويوها في داك الماء. ولا بغيتو الطريقه بالتفصيل كيفاش ديروا كيفاش تصايبوا المشقوق وكذلك الزيتون والكحل غنخلي لكم الروابط اسفل هذا الفيديو. كنتمنى هاد الحيله تفيدكم وغندوزو للحيله المواليه. غندوزو للحيله المواليه متعلقه بهاد العيدان هادو، الا بغيتي تعطري لالا اي مكان ولا بغيتي تعطري هكا شي صاك كنتي مسافره ولا الصاك اللي كتهزي يوميا معاك للخدمه ولا اي حاجه، ما عليك الا بهاد العويدات هادو كترشيهم بالعطر اللي انت باغاه. ولا كنفضل انا هاد الزيوت العطريه او الزيوت الاساسيه، كديري تتملئيهم مزيان بعض القطرات ديال هاد الزيوت هادو وكتوضعيهم في اي مكان انت بغيتي، بالاخص في هاد الفصل هذا ديال البرد اللي كتكون الرطوبه بزاف، ما عليكم الا بهاد العيدان هادو وغتبقى معاك الريحه لمده اطول. كنتمنى هاد الفكره انها تفيدكم. واخر فكره واخر نصيحه، انني كنصح الاخوات اللي باقيين ما خداوش هاد ليغات هادو ياخذوهم، انا ماشي كندير لهم اشهار وانما عجبوني لانهم عامين وهما عندي البنات سنتين باش شريت انا هاد ليغات هادو من نهار بانو، يعني شوفوا الداخل ديالهم كيفاش كيبقى يعني قطني ورائع وكيسخن لكم اليدين ديالكم. يعني كنتمنى الاخوات اللي ما عارفينهمش او ما شراوهمش او لا ما عندهمش فكره انهم تولي عندهم فكره، لانهم هائلين كيغطيو لكم الملابس ديالكم كاملين حتى لهنايا. انا راه كيما قلت لكم البنات راه ديجا دايره معكم حيل بهاد الليغات هادو، راهم عامين وهما عندي، راكم كتقدروا انكم تحكموا في الاواني ديالكم وتيبقاو اليدين ديالكم سخان هائلين، يعني كيستحقوا انهم يكونوا عند كل اخت في الاخص هاد الفصل هذا ديال الشتاء باش تدفي على اليد ديالك وتشقي وانت مرتاحه وما يسردوش ليك الملابس ديالك نهائيا.
نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وانكم تستافدوا منهم بالاخص في هذا الفصل هذا ديال البرد. كنتمنى الحصه ديال اليوم انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده وعلى التشجيعات الرائعه ديالكم. و الى عجبتكم ما تنساونيش بلا لايك وتبارطاجيوها مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائده تعم. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.